السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا فيكم في حلقة جديدة من ميني ريفيو. طبعا بحكم أني راجعت مسبقا سونيك فورسز، فشي يمنع أني أراجع سونيك فرونتيرز؟ المهم، هاللعبة نزلت على أجهزة البلاي ستيشن 4 و 5 والإكس بوكس 1 وسيريس 6 والستيم وأخيرا نينتندو سويتش. سونيك تيم هالمرة قرر يقدم فكرة جديدة وأسلوب جديد في عالم ألعاب سونيك، بعيد عن البلاتفورم المعتاد. هالمرة اسلوب العالم المفتوح، واللي هو بحسب كلام تاكاشي يوزوكا اوبن زون، لو تفكرون فيها بشكل عام وبعيد عن اللعبة. فكرة عالم مفتوح بلعبة سونيك مش سيئة بالحقيقة، يمكن نطلع بلعبة حلوة. شفنا مشاريع اللي هو نفس سونيك يوتوبيا، واللي راح احط رابطها بالوصف، في محاولات اخرى لكني ما طلعت عليها بشكل كافي. يا ترى هل هم ضبطوا عالم المفتوح بهاللعبة؟ الحين بنشوف. بالنسبة لقصة اللعبة، سونيك وتيلز وناكلز وإيمي يحاولون يدخلون جزيرة ستارفول من أجل عثور على جواهر الكيوس، ويدخلون في دوامة تدخلهم في عالم افتراضي اسمه سايبر سبيس. سونيك يقوم من غيبوبته ويكون وحيد، ويبدأ مهمته في البحث عن أصدقائه. هذه مقدمة القصة باختصار، وانتوا راح تعرفون الباقي يوم تلعبونها. بالنسبة لأسلوب اللعبة، انت تلعب داخل جزيرة وتستكشفها، وعدد الجزر باللعبة هم 5 مع جزيرة واحدة مصغرة بسيطة. نقدر نقول انهم فعليا 4 جزر مع واحدة بسيطة جدا. خلنا نشرح نظام التحكم. طبعا بحكم اني متعود على تحكم العاب السونيك السابقة، انا متعود ان الهومينج اتاك يكون على زر القفز، والبوست يكون على زر مربع بحسب تحكم البلاي ستيشن. لكن اللعبة استخدمت تحكم مختلف واللي كان غريب عليه بالبداية اللي ما تعودت عليه. بشرح تحكم بلاي ستيشن 5 لان هالنسخة اللي لعبتها. زر الاكس للقفز، وتقدر تقفز قفزة مزدوجة، وإذا تميت ضاغط على الزر بعد القفزة الثانية بتسوي دروب داش، واللي كانت موجودة بسونيك مانيا، وهي مفيدة في النزول السريع من المنعطفات وأحيانا الصعود. مربع عشان تسوي الهوميجا تاك وتنفذ الضربات واللكمات. دائرة عشان تنخفض أو تنزل بشكل سريع على الأرض إذا كنت بالهواء. مثلث عشان تسوي حركة السايكلوب واللي أنت ترسم فيها هالة وراك، وهي تفيدك في حل الألغاز أو إيذاء الأعداء اللي بالهم نقاط ضعف معينة. إذا رسمت دائرة بتطلع لك الخواتم اللي هي عبارة عن بار الصحة باللعبة. إذا رسمت علامة الانفينيت أو اللانهائي بتحصل على بوست لانهائي بشكل مؤقت. للعلم السايلوب تقدر تفتحها كهجمة سريعة في شجرة القدرات بدون ما ترسم طبيعيا. بالنسبة لأزرار الكتف، R1 و L1 عشان تتحرك بسرعة للجهة اليمنى أو اليسرى، سواء على السكة أو الأرض، وهي مفيدة حق تفادي هجمات الأعداء. وفوق هذا ترفع في المراحل اللي تركز على الجري السريع بحيث انها تخليك تلف بسرعة. زر الكتف R2 حق البوست. البوست هني نظامه مختلف، وهو يزيد تدريجيا اذا خليته، وهو على عكس الاجزاء الماضية يزود سرعتك لكنك ما بتقدر تطير الاعداء عن طريقه. في بعد حركة اللايت سبيد داش اللي تخليك تشيل طابور من الخواتم وتسويها بالضغط على L3 امام اول خاتم بالصف، وهذه جدا بتساعدك في التقدم. هذا بالنسبة للتحكم. خلينا نتكلم عن أشياء تقدر تسويها باللعبة وشو مهمتك بالضبط. مهمتك هي الاستكشاف وتنفيذ المهمات المطلوبة منك. طبعا الخريطة بتكون فارغة بالبداية، والمطلوب منك انك تحل الغاز اللي هم عبارة عن ألعاب مصغرة بسيطة جدا او تحدي لازم تسويه. بعد ما تخلصه راح تنكشف هالجزئية عندك بالخريطة، وبيتم مكافأتك ببذرة القوة او ببذرة الدفاع، وهذا تعطونهم حق الكوك الراهب واللي بيزيد من قوتكم او دفاعاتكم. الخواتم نفس ما ذكرنا هي بمثابة بار الصحة. يوم توصل لأقصى عدد من الخواتم سونيك بيحصل على دفعة من القوة بحيث يخلي البوست أسرع بشكل غير على المعتاد، وهذه واضحة إنها مأخوذة من الأفلام. من الأشياء اللي تجمعها بعد هي الميموري توكنز، وهالأشياء بتلاقيها منتشرة في المنصات والسكك ومتكاثرين بالعالم. أمتع شيء باللعبة هو بحثك عن الميموري توكنز، لأنك بتركب منصات وتتزحلق على السكك، والاستكشاف فيها ممتع جدا بالنسبة لي. كأنك تلعب مراحل مصغرة يوم تروح لهالمنصات وتتكافأ بميموري توكن، وبتمر عليها بكثرة وبتستمتع فيها. من الأشياء الأخرى اللي تحصل عليها هي الجيرز أو الصواميل، وهذا اللي تلاقي بعضهم أحيانا في العالم، لكنك بتلاقيهم أكثر شيء عند الرؤساء المصغرين اللي يطلعون على شكل السيفين بالخريطة. بعد ما تغلبهم راح تحصل على صامولة. فائدة الصواميل هو الدخول في مرحلة السايبر سبيس عن طريق برج خاص اللي يطلب منك عدد معين من الصواميل. ويوم تدخل مرحلة السايبر سبيس في شروط لازم تطبقها يوم تخلصها، نفس انك تخلصها في وقت معين او تجمع خواتم الحمر، او انك لازم تحصل على عدد معين من الخواتم العادية وغيرها. يوم تخلصها راح تحصل على المفاتيح واللي دورها فتح الاقفال على جواهر الكيوس عشان تحصل عليها.
أتوقع عرفت الحين الهدف الرئيسي، الحصول على جواهر الكيوس. المهم نرجع للموضوع، من الأشياء اللي تحصل عليها بعد هي مخلوقات الكوكو الظريفة، واللي تعطيها حق كوكو العجوز اللي بخيرك أنك تختار تزود بين عداد الخواتم أو عداد السرعة. هذا بالنسبة للأشياء اللي تحصل عليها باللعبة. خلينا نتكلم عن الأعداء. الأعداء تصاميمهم غريبة وأشكالهم شبيهة بالروبوتات لكنهم مش سيئين. في جنود الصغار واللي بتصادفهم من فترة الأخرى في الخريطة، وفي رؤساء المصغرين. المواجهة ضد الرؤساء المصغرين للأمانة ممتعة، وكل رئيس له خطته الخاصة، والحلو أن كل جزيرة فيهم رؤساء منوعين وما يحسسونك بالتكرار. في رؤساء يتكررون في الجزر الأخرى لكنهم يكونون أصعب بشكل مختلف عن السابق وأقوى، وبالتالي ما بتحس بتكرار. بالنسبة لنظام القتال فهو جدا بسيط ومش معقد لحسن الحظ، وفي احترافية، زر مربع حق تنفيذ الضربات، وتقدر تتبعهم بحركات خاصة اللي راح تفتحها بعدين. تقدر تسوي البيري أو انعكاس ضربات الخصم إذا استمريت بالضغط على زر الكتف L1 و R1. من أكثر الحركات المفيدة اللي راح تستفيد منها هي حركة سونيك بوم، واللي تطلق عن طريقة طلقات سريعة للأعداء. عندك بعد الهومك شوت اللي هي لا بأس فيها. في بعد السبين سلاش اللي جدا مفيدة في تدمير الأعداء وهي جدا قوية. في حركة مفيدة جدا تسويها بعد ما تتلقى الضربة من العدو واللي هي ريكفري سماش، وتخليك تسوي هجوم معاكس على العدو. السايلوب كيك قوية جدا هي الأخرى لما تسويها أثناء الكامبو. الكروس سلاش بتساعدك ضد الأعداء اللي ما تقدر تواجههم من قريب، وراح تغنيك عن حركة سونيك بوم. من الحركات الحلوة بعد هي جراند سلام اللي تسويها بعد ما تنفذ البيري، وتعطيك شعور رهيب لما تسويها. لما تجيبون أكبر عدد من الضربات دون انقطاع وتزيدون هالبار راح تسوي حركة الفانتوم رش، وهي عبارة عن هجوم عنيف من جميع الاتجاهات وبشكل سريع، وتسبب ضرر كبير للأعداء، وهذه من أوائل القدرات اللي راح تفتح باللعبة. هذا بالنسبة لأهم الحركات اللي تقدر تسويها. الجميل إنك ما راح تطول عشان تفتح الحركات كلها. عادي لما توصلون جزيرة ثانية وخذيتوا راحتكم للاستكشاف راح تكونون فاتحين الحركات كلها. نقاط الخبرة بتحصلونها من الأعداء. بالمناسبة تعرفون شو سالفة القطع البنفسجية؟ الحين بقولكم شو سالفتها. هذه تستخدمونها في مهمات الصيد مع بيج القط. أنتوا تدفعون عشان تحالون تصيدون السمك من النهر. الحلو إن الصيد في اللعبة بسيط واركيدي ومش معقد، وحتى مش غثيث أو واقعي بزيادة. كل ما نجحت في الصيد بيتم مكافأتك بقطع نقدية خضراء، وتقدر تشتري منها أغراض خاصة وفي نفس الوقت العناصر اللي تأخذها في مغامرتك. يمكن البعض يشوف إن هالشيء بيسهل عليك اللعبة لأنك ما راح تضطر تستكشف العالم، لكن مش شرط سلبية كبيرة، وهذه حركة مفيدة إذا أنت شبعت من استكشاف الخريطة. حطوا في بالكم إن تكلف القطع البنفسجية ومش إنها مجانية. وللعلم كل جزيرة لها أغراض الخاصة مستقلة عن غيرها، يعني لا تفكر انك تجمع الميموري توكنز في الجزيرة الاولى وتروح تستخدمها في الجزيرة الثانية، لانك ما بتقدر تسويها ومش بتسهلين وياك من هالناحية. كل جزيرة لها ميموري توكن خاصة فيها. خلونا نتكلم الحين عن مراحل السايبر سبيس. المراحل طبعا عبارة عن مراحل اعتيادية نفس اللي شفناها في العاب السونيك السابقة، وانت بس تقدر تنفذ الهومنج اتاك والبوست واللايت سبيد داش والدروب داش. وعدد مراحل سايبر سبيس 30 مرحلة. لاحظوا أنهم مصممين ببيئة ألعاب السونيك الكلاسيكية. هذا كل شيء بخصوص محتوى اللعبة، وبشكل عام أشوف اللعبة ممتعة. التحكم فيها مصقول جدا، وهذه أكثر لعبة سونيك صقلا من ناحية التحكم، وتقدر تعدل في الفيزيائية بالخيارات. الساوند تراك بعد ممتاز جدا. بالنسبة للقصة فهي مش قصة عميقة، لكن فيها لحظات حلوة وفي نفس الوقت لحظات شوي كرنجي، لكنها بالمجمل مش سيئة. طبعا ما يد اتكلم واتعمق في القتال الجبار والخرافي ضد رؤساء الجزر الكبار بعد ما تشيل الجواهر كلها، وانا ما اريد احط اللقطات عشان ما افسد عليكم المتعه، وخاصه القتال فيهم رهيب مع الساوند تراك حماسي. انتوا لعبوا وعيشوا هالتجربه. خلينا نتكلم عن سلبيات اللعبه. اولا مثل ما هو واضح اكبر عيب فيها هو الظهور المفاجئ للمنصات اثناء جريك بسرعه. المشكله غالبا من المحرك اللي استخدموه اللي هو هيدجهوغ انجن 2. هالشي يمكن يكون مزعج عند البعض، وأنا أقدر أتفهم الشيء هذا، بس إن شاء الله ينحل بالمود على جهاز البي سي أو يمكن بالتحديث الكبير على الأجهزة المنزلية. وعن نفسي عموما ما شفت عيب قاتل وتعايشت وياه عادي. العيب الثاني إن في مناطق بالجزيرة الثالثة تجبرك إنك تلعبها بشكل ثنائي لأبعد، وهالشي يمكن يسبب لك الإزعاج إذا دخلت فيها بغلط وتريتك إنك تروح لمنطقة معينة. لهذا أنا أنصحك إنك في الجزيرة الثالثة تبتعد عن المنصات في حالة إنك تبي تروح لنقطة معينة. العيب الأخير هو عدم تنوع مراحل سايبر سبيس من ناحية البيئة. هم فقط بس 4 بيئات: جرين هيل، وكمكل بلانت،
وسكاي سنشري، واخيرا مرحله شبيهه بالسيتي سكيل، لكن ليفل زي طبعا يختلف فيهم. في عيب شخصيا انا ما شفته عيب بالنسبه لي ابدا، هو انه مستخدموا نفس الليفل ديزاين الخاصه بالعاب السونيك السابقه وحطوها ببعض مراحل السايبر سبيس. انا ما شفت عيب لان هذه مراحل قديمه جدا وما حسيت بتكرار يوم لعبتها مره ثانيه. وفوق هذا انتم تراكم تلعبون بحله جديده على تحكم البوس فورمولا. الغريب ان الفيزيائيه بمراحل السايبر سبيس مش بنفس فيزيائيه مناطق الاوبن زون، وهذا شيء غريب. طالعين هنا بشكل اسوأ، لكن مش لدرجه انهم غير قابلين للعب. في البدايه بتلعبون في مراحل قصيره نسبيا، بس بعدين راح تصير اصعب واطول. مراحل سايبر سبيس كانت زينه رغم عيوبها. هذا بالنسبه للعيوب اللي انا شفتها، وانا شخصيا ما واجهت مشاكل تقنيه قط، وخلصتها في 25 ساعه بالضبط وجبت فيها بلاتينيوم. شو النسخه اللي انصح فيها؟ طبعا بدون تفكير نسخ البلاي ستيشن واكس بوكس سيريس 6 والستيم، لانكم بتقدرون تلعبون على 60 اطار والتجربه جدا رهيبه على هالاطارات. ما انصح ابدا بنسخه السويتش، مثل ما تشوفون الرسوم فيها اسوأ بشكل واضح وفيها تغبيش، وهي مصقوله من ناحيه تقنيه الانصاف وثابته من ناحيه الاداء، لكن في حالات بسيطه يصير فيها دروب بالفريم. انا انصح في نسخه السويتش في حال اذا ما عندكم اجهزه اخرى تلعبون عليها اللعبه، لكن اذا عندكم الاجهزه الاخرى ما انصحكم انكم تلعبون على السويتش الا اذا انتم من النوع اللي يحب يلعب بوضعيه المحبول وكثيري تنقل. بالنسبه لنسخ الجيل الماضي نفس البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1، فهم بدون شك افضل من نسخه السويتش، لكني ارجع واقول لعبوها على اجهزه الجيل الحالي القويه تقنيا. بالنسبه للراي النهائي، هل اللعبه تستحق الشراء؟ اذا انت من عشاق سونيك اكيد طبعا اشتريها وتغمض، اما اذا كنت غير ذلك ففي احتمال ان اللعبه تعجبك، لاني اعرف وايد ناس ما يخصهم بالعاب سونيك وعجبتهم اللعبه بشكل كبير جدا، ومنهم اللي قاطع السلسله لعشر سنوات وعجبتهم اللعبه هذه. اذا انت محتار وما زلت غير متاكد، تقدر تاخذها بسعر رخيص او تجربها عند حد بشكل ما. عموما اغلب اللاعبين لعبوها بالبريفيو واللي لعبها مسربه مدحوها بشكل كبير. عن نفسي شخصيا انا اشوف ان هاللعبه افضل لعبه سونيك من سنوات طويله، واستمتعت فيها بشكل كبير، وما عندي مشكله اني ارجع العبها بالمستقبل رغم اني جبت فيها بلاتينيوم. انا اشكر سيجا على هالتحفه، واشكر كيشيموتو، واقدر اقول له انه يحق لك الافتخار بالشيء اللي انجزته. واللعبه ولله الحمد حصلت على نجاح كبير في منصه الستيم، ولا تستبعدوا نجاحها على المنصات الاخرى. لازم البعض يعرف ان اللعبه مش لعبه عالم مفتوح، اللعبه تقدرون تقولون عنها انها لعبه ساند بوكسيه او لعبه هاب وود، يعني مكبره شويه. لا تنظرون لها انها لعبه عالم مفتوح. واخيرا خلوني اقول ان الكلام اللي اقوله هو وجهه نظر، اذا انت ما تتفق وياي مش مشكله، لكن هذا مش معناته انك تتهجم على الشخص الاخر بحجه انه يخالفك. تقدر تتجاهله ببساطه وهو ما بينقص شيء من قدرك وقيمتك. على كل حال في امور انا ما تكلمت عنها وما تعمقت فيها، وراح اخلي هالشيء في حلقه تحت المجهر بيفوي كاست، راح احط رابط القناه بالوصف، تابعونا هناك وترقبوا حلقتنا. يوم تنزل حلقة ان شاء الله راح احدث خانه الوصف واحطها. هذا كل شيء، وشكرا على المتابعه.